أنس، اسمها أنس، وهذه الشابة التونسية المحترفة كرة المضرب جالبة الأنس والسرور والسعادة والفخر لشعبها وللعرب وللكثير من محبي رياضتها المفضلة حول العالم. فأنس السمراء ابنة 27 ربيعا لا تنفك تذكر بلادها التي انطلقت منها لتبهر عالم الرياضة. It's always about Tunisia somehow. الأمر دائما ما يتعلق بتونس بطريقة ما، وأريد أن أكبر أكثر وألهم أجيالا أكثر. تونس مرتبطة بالعالم العربي والقارة الأفريقية، وأتمنى أن ألهم اللاعبين من بلدي ومن أفريقيا ومن الدول العربية ليحترفوا هذه الرياضة في المحافل العالمية. موهبتها استثنائية ولافتة منذ مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة قبل عامين، كان تصنيفها حينها 78 على مستوى العالم، ولكنها أصبحت أول لاعبة عربية تتأهل لربع النهائي في إحدى بطولات الجراند سلام الأربع، وهي منذ ذاك تحصد البطولات بثقة المثابرة المتواضعة التي لا تغادر أي ملعب قبل أن ترضي كل معجبيها، سواء بمنحهم توقيعها أو بأخذ الصور معهم. تلقب أنس بوزيرة السعادة، فإضافة إلى إحرازها ألقابا عالمية وتخطيها أرقاما قياسية لتصبح ثانية التصنيف العالمي في التنس، تتميز بروحها المرحة واستمتاعها بوقتها مع زوجها ومدربها الشخصي كريم كمون والجمهور بين التدريبات والبطولات والمباريات. أريد أن أوجه طلبا لمنسق الأغاني، هل يمكن أن تضع أغنية تونسية في المرة المقبلة كرمة للجمهور التونسي هنا؟ مسيرة أنس جابر الرياضية والإنسانية التي بدأت في المدرسة والمستمرة بثبات وثقة تستحق الاحترام والمتابعة. هي لاعبة من طراز خاص، لديها قدرة تركيز عالية وفنيات مميزة تمتع جمهورها، ما دفع شركة لوتو الراعية لها إلى تكريمها بطباعة جملة يلا حبيبي التي ترددها باستمرار على تيشيرت رياضية خاصة بالشركة، وهي باعت مضربها الخاص لتمويل شراء معدات طبية لبلدها حين كاد القطاع الصحي ينهار أمام انتشار فيروس كورونا. أنس جابر امرأة عربية بأحلام كبيرة حتى السماء قد لا تكون حدا لها.